انا بقى عايزه اسمع منك اخر اعمالك الاول. قولي اخر ديوان ليك ايه؟ آخر ديوان لي ديوان اسمه لم يفهموك، يعني صدر امتى؟ ده لسه من 3 4 أيام يعني وصلني، يعني من أسبوع تقريبا. سمعنا منه ايه بقى؟ والله اللي انتوا عايزين تسمعوه، يعني انا والله بين ما يعني تحب يعني الاقرب ليك. النهارده يعني كنت مع فضيلة الإمام الأكبر وكنا في مجلس جامعة الأزهر، ففي قصيدة اسمها المرجفون في المدينة، هي للأزهر الشريف وبترد يعني على بعض الأقلام التي يعني تريد نسمعها. النيل طيب من الأزهر الشريف، وهي قصيدة طويلة شوية، ما فيعني استطعت يعني منها. نختار منها بعض الأبيات. بتقول: زمن يمر وخطوة تتعثر، ومعالم تخفى وأخرى تظهر، حرب مع الأيام تسقط خيلنا فيها وتبقى شامخا يا أزهر. أنا أزهري والحقيقة في يدي جمر، وقرآني ضمير نير، فالعطف في أنا والشموخ خطيئة، إن الشموخ على جبيني يقطر. يا حصن دين الله ما كادوا له إلا وكان لديك سيف يشهر، أنت الضمير المر ما أرضعتنا إلا الشموس، فعيننا لا تكسر. من سره فخر بغيرك، إنني حتى بجدران المباني أفخر. يعني لو عايز نكمل نكمل. لا والله نعم. أنا مبسوطة، لو حابب من تكمل. سره فخر بغيرك، إنني حتى بجدران المباني أفخر. لي فيك عمر كالضياء مشيته، وشباب أيام تجد وتسهر، وكتاب تاريخ نقشت حروفه بدمي، وقلبي في حروفي يعصر. لي ضحكة الصبوات حين أتيته، غض الجناح مع الصحاب أثرثر. لي أصدقاء كلما استذكرتهم حط الحمام وذاب في الفم سكر. للمنبر العالي ومئذنتي بها الله أكبر غيمة تتحدر، كم منبر بالشعر قد زلزلته، وأعزها والله هذا المنبر. الآن تزدحم الدموع خواطرا، الآن تزدحم الدموع كأنها سحب على عطش الليالي تمطر. ذكرى من الزمن الجميل تفتحت وردا، وما لهناك غصن مثمر. هل كان عمري غير ما أفنيته، أحبو على درج العلوم وأعثر. يا سر عين الله تكلأ مصرنا بالأولياء، فبالكرامة ننصر. قم بالأمانة لا تهادن خائنا، وانهض فشانئك الأجب الأبتر. أنت الأمين على الديار وأهلها، والحر في النكبات لا يتأخر. مذ كنت أرسيت التسامح منهجا، وتعدد الآراء فقها يؤثر. فبك العروبة أدركت تاريخها، وبساحك الفصحى غدت تتبختر. والدين فيك قد استرد شبابه، لما بغى الباغي وفاض المنكر. كم غمة سوداء لم يثبت لها إلا العمامة والجبين المقمر. الله، يعني بتمتلك الكلمة بشكل مبهج وبيصنع شغف. أنا دايما بهتم في الإلقاء، إنه الملقي والكلمات كلاهما يصنع الشغف. فالحقيقة ده بيتجمع فيك، وده ظهر في المسابقة 2013. قدرت تصنع حالة جدل حقيقية، وقدرت تنتزع هذا اللقب رغم صعوبة الأمر بين المتنافسين.